ردا على الرسوم الجمركيه التي فرضتها الولايات المتحده الامريكيه على واردات الصين في وقت سابق بدا العملاق الاسيوي يعد العده للحرب التجاريه امام نظيره الامريكي مستهدفا السلع الامريكيه الاكثر مبيعا في البلاد وزارة التجارة الصينية أعلنت يوم الجمعة اعتزامها فرض رسوم جمركية على سلع تستوردها من الولايات المتحدة الأمريكية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار بنسبة بين خمسة إلى خمسة وعشرين في وذلك ردا على اجراءات مماثله اتخذتها واشنطن خلال تموز يوليو الماضي ومن ابرز السلع المستهدفه بالرسوم الغاز الطبيعي المسال وبعض انواع الطائرات والمنتجات الزراعيه وحذرت من اتخاذ اجراءات اخرى حال عدم تراجع اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن حربها التجاريه مع بكين هذا وكثفت إدارة ترامب الضغوط للحصول على تنازلات تجارية من بكين خلال الأيام القليلة الماضية عبر اقتراح زيادة رسوم جمركية تعتزم فرضها على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار بنسبة 25% فيما دعت الصين الولايات المتحده الى العوده للمحادثات لتسويه الخلاف بين الجانبين مهدده في الوقت نفسه بالرد بالمثل اذا مضت واشنطن في اجراءاتها من جهة أخرى قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الجمعة بعد اجتماعه مع نظير الأمريكي مايك بومبيو في سنغافورة على هامش منتدى إقليمي إن بكين ترغب في حل الخلافات مع الولايات المتحدة على أساس المساواة بينهما مشيرا إلى أنهما لم يتناولا الحرب التجارية بين بلديهما بكثير من التفاصيل وكاله رويترز نقلت عن وانغ قوله للصحفين ان بومبيو ابلغه رغبه بلاده في الحفاظ على ما اسماه التواصل البناء مع الصين واضاف وانغ بان واشنطن وبكين اكبر اقتصادين في العالم وعليه فان المحادثات يجب ان تبقى مستمره طوال الوقت لان الخلاف فيه خساره للبلدين بحسب تعبيره